مجلس أمناء الحوار الوطني يضع غدا لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية. بوتين يؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحرير دونباس، وزيلينسكي يشترط إعادة أسرى أوكرانيين مقابل السماح بمرور صادرات الأمونيا الروسية. أرمينيا وأذربيجان تعلنان مقتل أكثر من 200 جندي في اشتباكات الحدود خلال أسبوع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ديار رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه 7 غدا السبت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. وأضاف رشوان أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعريفيا مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية 3، السياسي والاقتصادي والمجتمعية، وكذلك الاستماع لوجهات نظرهم والبت في وضع مهام مقرر اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس، وإعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. فسوف يصدر مجلس النواب أو الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات. قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة لعدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة، وقد أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء. وحرص رئيس الأركان على الإطمئنان على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، حيث أوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال. وأشاد الفريق أسامة عسكر بما قدموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب، معربا عن امتنانه بما لمسهم من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. التقى وزير الكهرباء محمد شاكر باللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لبحث سبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. وقد تناول اللقاء استعراض إمكانات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتعميم استخدام خدماتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة طبقا للمعايير العالمية. وتوفر الشبكة جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقاييس العالمية. استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن. تضمنت الدورة التدريبية إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات مع مختلف الدول. واختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والذي عكس مدى ما وصل إليه الضباط المشاركون في التدريب من مستوى راق يؤهلهم لتولي الوظائف العليا.
تحت رعاية الرئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر. يأتي ذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في الأول من الشهر الجاري، يتزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية، مستفيدين من تخفيضات أتاحتها المبادرة على تلك المستلزمات تصل إلى 30%، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول عام دراسي جديد. بنعلن اشتراكنا في المبادرة كلنا واحد المرحلة 23، بلان تخفيضات على الأدوات المدرسية بمناسبة دخول المدارس. خصومات بتبدأ من 30% ل 50% على بعض المنتجات. أنا لقيت معظم الطلبات اللي أنا محتاجها لقيتها موجودة في المبادرة. حاجة بتاعت المدرسة كويسة، يعني متناول للجميع. بصراحة المبادرة جميلة جدا، لقيت الأسعار عليها خصم أكثر من 50%، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الجميلة دي. معارض المبادرة يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلتها خارج إطار المبادرة، فضلا عن توفر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. أنا اشتريت شنطة وكراسات والأقلام اللي أنا محتاجاها وهكتب فيها في المدرسة. جيت اشتريت الكشاكيل واللانش بوكس وكل حاجة أنا كنت عايزها، حتى اشتريت الشنطة. الأسعار في المبادرة كويسة جدا وأفضل من بره. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها، وفرت كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية بأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تخفيضات مبادرة كلنا واحد. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. إلى جانب المستلزمات المدرسية، تتوفر السلع بكافة أنواعها خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. فعلا حتة المبادرة اللي هو بينزلها كل فترة في حاجات كتير، أيا كان في الحاجات المدرسة أو في الحاجات الغذائية، حاجات فعلا كويسة بتبقى أسعارها كويسة. في عروض وفي خصومات، والحاجة ماتيريال كويسة جدا. لقينا هنا حاجات شكلها حلو وسعرها كويس، جبنا كل اللي احنا عايزينه من هنا. جبت كراسة وقلم ومسطرة، والحاجات هنا أرخص من بره. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. كما أعدت منظومة أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية، يتم توزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. المبادرة في مرحلتها 23 تستمر فعاليتها على مدار شهر في كافة المنافذ المشاركة، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة وتلبية متطلبات أبنائهم بأقل تكلفة ممكنة. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، والهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط
قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 310 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط 112 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. إلى لبنان، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة على علم بما يشعر به الشارع اللبناني، مشيرا إلى أهمية العمل مع مجلس النواب من أجل تحقيق الإنقاذ الحقيقي. وخلال جلسة مجلس النواب لدراسة وإقرار مشروع موازنة 2022، أكد ميقاتي أن إنقاذ لبنان لا يحدث دون التعاون بين الجميع مع تغليب الوطنية على الشعبوية والواقعية على الإنقاذ. وكشف أن الأدوية كان يتم تهريبها إلى خارج لبنان، والآن أصبح هناك برنامج لكل مريض لاستلام أدويته، مشيرا إلى أن هناك هدفا واحدا هو إنقاذ لبنان. دعا وزير الداخلية اللبناني إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي بعد حوادث اقتحام المصارف. هذا فيما أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق المصارف لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، استنكارا وشجبا للاعتداءات المتكررة على المصارف. وأعربت الجمعية عن اعتذارها لكافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإغلاق، معتبرة سلامة موظفيها وزبائنها على رأس الأولويات. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض. وقال بوتين في مؤتمر صحفي في سمرقند بأوزبكستان إن العمليات الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة لكن خطة العمليات لا تستدعي تغييرا، مؤكدا أن الجيش الروسي يسيطر على مزيد من الأراضي الإضافية. عمليات التقدم لدينا في دونباس لا تتوقف، إنها تسير بخطوات صغيرة ولكن ثابتة خطوة بخطوة، ونستحوذ على مناطق جديدة. نحن لا نحارب بكل الجيش، نحن نحارب بجزء من المتعاقدين في الجيش فقط. هذا أما فيما يتعلق بالأفراد والأشخاص في الجيش، نحن لسنا في عجالة، ولكن إجمالا ليست هناك تغييرات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوروبا ألغت جزئيا العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية فقط، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الأسمدة والحبوب الروسية للدول النامية بلا مقابل. وأكد بوتين خلال قمة شنغهاي أن هناك 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في الموانئ الأوروبية، وأن الأولوية للدول النامية للحصول على الحبوب. نقوم بزيادة حجم التصدير الغذاء والحبوب إلى الأسواق العالمية من 30 مليار طن إلى 50 و90% من
منتجاتنا الغذائية بما في ذلك الحبوب يتم تصديرها إلى أسواق الدول النامية. كما في إطار هذه المنظمة نشجع على تطوير التقنيات المعاصرة والمتطورة في مجال الزراعة والمجالات الغذائية. وافق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على الاتفاق بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن النقل البري للبضائع. ونشرت الحكومة الأوكرانية مرسوم الاتفاق على الموقع الإلكتروني للرئاسة، حيث جاء فيه أنه تمت الموافقة على الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل البضائع البرية والمبرمة في مدينة ليون في 29 يونيو من عام 2022 وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية. يذكر أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعا على اتفاق بشأن نقل البضائع عن طريق البر، من شأنه أن يلغي الحاجة إلى استخراج تصاريح لشركات النقل الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لا يؤيد فكرة إعادة السماح بمرور صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا إلا إذا أعادت موسكو أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف. وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية إنه عرض هذا الترتيب على الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لتخفيف النقص العالمي في الأسمدة. واقترحت الأمم المتحدة ضخ غاز الأمونيا الروسي عبر خط أنابيب إلى الحدود الأوكرانية ونقله بعد ذلك إلى شركات عالمية لصناعة الأسمدة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية كان فعالا للغاية. وأضاف ستولتنبرغ أن الدول يجب عليها الاستعداد لحرب طويلة لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الصراع. وأوضح أمين حلف الناتو أن استعادة القوات المسلحة الأوكرانية أرضها أمر مشجع للغاية، ولكنه ينذر بحرب طويلة الأمد. It makes great difference to NATO too. Russia's war in Ukraine is the greatest crisis. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه سيتم تسليم أول نظامين من أنظمة الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين. وأضاف متحدث البنتاغون أن الأوكرانيين عززوا مكاسبهم في خاركيف بعد استعادة منطقة شاسعة، بينما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك. كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغت 15.8 مليار دولار منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. أعلن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة كذلك إلى تدريب عسكري من دون إعلان تفاصيل إضافية. منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ترسل المساعدات العسكرية إلى كييف، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض 15.8 مليار دولار. وكانت آخر هذه المساعدات التي أقرتها واشنطن بقيمة 600 مليون دولار تتضمن صواريخ هيمرس، ولكنها لا تشمل صواريخ بعيدة المدى وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، وهي الصواريخ التي تعتبرها روسيا خطا أحمر يجب على الغرب عدم تجاوزه. الرئاسة الأمريكية أكدت أن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون تفاصيل إضافية، ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها. وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضا على رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام.
كييف طلبت من واشنطن الأسبوع الماضي تزويدها بصواريخ آتاكامس بعيدة المدى والتي تصل إلى 300 كيلومتر، ولكن واشنطن لم ترسل هذه الصواريخ. وجاء التبرير الأمريكي على لسان رئيس الأركان مارك ميلي الذي ذكر مجدداً أن صواريخ آتاكامس قادرة على إصابة أهداف داخل موسكو انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن واشنطن تخشى أن يؤدي تزويد كييف بها إلى تصعيد النزاع. الإعلان عن هذه المساعدة الأمريكية الجديدة جاء في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوماً واسع النطاق ضد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها. أعلنت موسكو أن خط أنابيب قوة سيبيريا 2 والذي تتباحث مع بكين منذ سنوات عدة لبنائه بهدف تزويد الصين بالغاز الروسي سيحل محل خط أنابيب نورد ستريم 2 والذي بني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنابيب نورد ستريم 2 الأوروبية إلى قوة سيبيريا 2 الأسيوية، ويعتبر هذا الخط استراتيجيا حيث يربط روسيا بألمانيا والمتوقف عن العمل منذ 2 سبتمبر الجاري، وكانت تمر من خلاله ثلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. هذا ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب قوة سيبيريا 2 الغاز الروسي إلى الصين جزئيا عبر منغوليا. خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% موافقا توقعات المحللين. وفي بيان له قال المركزي الروسي إن معدلات نمو الأسعار لا تزال منخفضة مما يسهم في مزيد من تباطؤ التضخم السنوي، وأوضح أن معدل التضخم السنوي في الأسعار تراجع إلى 14.3% في أغسطس مقابل 15.1% في يوليو مع انخفاض أسعار السلع والخدمات بعد أن كانت مرتفعة بحدة في مارس الماضي. تبنت الحكومة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراجي خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة للحكومة أن المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقرب من 50 مليار تم إنفاقها، أي بإجمالي يتجاوز 60 مليار يورو من المساعدات، لتكون بذلك إيطاليا من بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار. هذا وتسارع التضخم في إيطاليا في أغسطس الماضي إلى 8.4% وهو مستوى قياسي منذ عام 1985. اعتبرت حكومة تايوان أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بالسلام الدولي.
جاء ذلك غداة لقاء عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان. وتبنت موسكو موقف الصين باعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، كما رفضت بكين الزيارات الأمريكية الأخيرة لتايوان معتبرة أنها استفزازية. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين ستدرب 2000 من أفراد إنقاذ القانون على مدى السنوات الخمس المقبلة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. وفي حديثه في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أكد الرئيس الصيني أنه يتعين على الدول العمل على منع القوات الأجنبية من التحريض على الثورات الملونة، كما دعا جميع الدول للانضمام إلى مبادرة الأمن العالمي للصين. أعلنت وزارة الصحة في كرغيزستان ارتفاع عدد القتلى في منطقة باتبين الحدودية مع طاجكستان إلى 87 قتيلا. وكانت كرغيزستان وطاجكستان قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء المناوشات الحدودية بينهما هذا الأسبوع. توتر وعنف أصبح هو سيد الموقف في العديد من البقاع الساخنة بالعالم، ولا سيما في السنتين الأخيرتين. وتأتي الاشتباكات الحدودية بين دولتي طاجكستان وقرغيزستان ضمن تلك البقاع الملتهبة، وبسبب سوء ترسيم حدودي تندلع الاشتباكات بين الحين والآخر، وتكاد تؤدي إلى حرب شاملة في كثير من الأحيان لولا التدخلات الأممية التي لا توقفها كليا ولكن تخفف من حدتها. لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان أفادت بوقوع اشتباكات كثيفة تدور في المنطقة الحدودية، متهمة طاجكستان بقصف الأراضي القرغيزستانية بكل ترسانتها المتاحة وبمواصلة نشر معدات ثقيلة. وأشارت وزارة حالات الطوارئ أن سكان قرى حدودية عديدة فروا من المنطقة التي تشهد معارك تسفر عن قتلى وجرحى. من جانبها اتهمت طاجكستان القوات القرغيزستانية بفتح النار على مواقع طاجكية بدون ذكر سقوط ضحايا لديها. وكانت حكومة بيشكيك العاصمة القرغيزية قالت إن وزيري خارجية البلدين ناقش الأمر، إلا أن حرس الحدود قال إن اتفاقين لوقف إطلاق النار انهارا بالفعل. ومن المقرر أن يلتقي حاكم المقاطعتين المتاخمتين للحدود بالبلدين عند نقطة عبور حدودية ضمن محاولة أخرى لتهدئة الوضع. ودعت موسكو التي تربطها علاقات وثيقة مع البلدين اللتين تستضيفان قواعد عسكرية روسية، دعت إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في حوار ينهي الأزمة. أفادت تقارير رسمية جديدة من أرمينيا وأذربيجان بأن الاشتباكات على الحدود بين الجانبين هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل أكثر من 200 جندية، ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال هذا الأسبوع بسبب منطقة ناغورو كارباخ المتنازع عليها، وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت 6 أسابيع في عام 2020 خلفت آلاف القتلى. خلال زيارته إلى ويلز، انضم الملك تشارلز الثالث إلى موكب إلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وقام تشارلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقاه الأميران أندرو وإدوارد بوقفة صامتة حول النعش لمدة 15 دقيقة. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الثقافة البريطانية توقف طابور إلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة بسبب تضخم الطابور مع تدفق 10,000 إلى لندن قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين. وأوقفت السلطات دخولهم إلى قاعة وستمنستر مؤقتا اليوم بعدما تضخمت الأعداد. Thank you.
تعرض شرطيان للطعن وسط لندن وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم توقيف رجل يحمل سكينا. وفي بيان قالت شرطة العاصمة البريطانية إن شرطيين اثنين تعرضا للطعن ويعالجان حاليا في المستشفى، وتم توقيف رجل يشتبه في أنه هاجم مسعفا في حي ليستر سكوير بدون إعطاء تفاصيل حول الوضع الصحي للشرطيين. نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ما تداولته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو. وكانت تقارير غربية قد ذكرت أن شخصا مجهولا على متن دراجة نارية ألقى قنبلة على سيارة بوتين، مما تسبب في انفجار إطارها الأمامي وتصاعد الدخان منها. وأوضحت أن بوتين لم يصب بأذى وجرى تأمينه، مؤكدة أن جهاز الأمن نفذ اعتقالات عدة يشتبه في صلتها بالحادث. انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسى علم جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 97 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي القرى ومدن البحر الأحمر. شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة في إحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية الكشف الطبي على 1514 حالة ومحو أمية 75 مواطنا وزراعة 30 شجرة مثمرة. وأكدت جامعة طنطا أنها تسخر طاقاتها لدعم المبادرات الرئاسية وتعزيز دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن قافلة تضمنت مبادرتين رئاسيتين حياة كريمة ومليون شجرة. نظم وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم المصري الأوروبي للطاقة، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق الدورة 27 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP27 والمقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. أكد المشاركون في يوم الطاقة والذي أقيم بالتعاون مع وزارات البترول والخارجية والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي أهمية تعاون جميع الأطراف في المجتمع وجميع الدول للمضي قدما نحو الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية. شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تجسدت في الاحتفال بيوم الطاقة الأوروبي المصرية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر للحد من التغيرات المناخية. نحن نحتفل اليوم مع مصر بيوم الطاقة الأوروبي، وقد بدأنا الاحتفال بركوب الدراجات في شوارع الزمالك، وكان هناك عدد كبير من المشاركين، ونعتبر هذا اليوم فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه المناخ وكيفية التقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ. الاحتفالية التي حضرها سفير الاتحاد الأوروبي وممثلون عن وزارة البترول والتخطيط والبيئة لفتت إلى الاستعدادات الأخيرة لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. الحقيقة الحدث بتاع النهاردة مهم جداً، لأنه بيتكلم على موضوع بيشغل العالم كله، موضوع الطاقة، سواء توفير الطاقة خاصة في ظل الأسعار المرتفعة بالأحداث العالمية، وكمان علاقة الطاقة بتغير المناخ. احنا ان شاء الله ماشيين بخطى كويسة جدا، على سواء على الجانب التنظيمي او على الجانب السياسي والفني او على جانب الأيام الموضوعية وغيرها اللي هتتم خلال المؤتمر، فان شاء الله نكون جاهزين بفترة كافية قبل نص عشرة، نكون جاهزين
تماما كدولة مصرية، وهو مؤتمر مهم جدا زي ما قلت، مؤتمر دولي ليس مؤتمر مصري، تشارك فيه أكثر من 198 دولة، 1500 وزير، بنتكلم على 120 رئيس جمهورية، بنتكلم على من 30 ل 40 ألف مشارك. كما شهدت الاحتفالية العديد من الأنشطة الرياضية للشباب والكبار والأطفال بهدف التشجيع على ضرورة استخدام الأساليب المتطورة في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث. النهاردة في يوم الطاقة بنتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم ماراثون درجات شارك فيه أكثر من 500 شاب وفتاة، وبدأنا فعاليات اليوم النهاردة، وبيشارك معنا كمان أطفال وبيشارك كمان معنا كبار، فمختلف الأعمار بيشاركوا معنا من الجنسين، فدي حاجة لطيفة جدا، وبنعكس يعني دور الدراجة في يعني الحفاظ على البيئة والحد من العوادم الناشئة عن المركبات اللي بتمشي في الشارع. هذا وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الذي يعتبر واحدة من أكبر المؤتمرات الدولية لوضع الحلول والخطط لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة. في إطار الاهتمام بالفن الراقي والذوق الرفيع، تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا للفنان الكبير مدحت صالح، وذلك وسط إقبال كثيف من المواطنين. كان الفنان مدحت صالح قد أحيا حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي لاقى نجاحا كبيرا وصدى أكبر لدى الجمهور. مشاهدين المزيد من المتابعة، ينضم إلينا مباشرة من دار الأوبرا المصرية مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرس. كريم، بعد التحية صف لنا التواجد الجمهوري اليوم لحضور حفل الفنان مدحت صالح. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم هو إقبال كثيف بالفعل من المواطنين لحضور الحفل الغنائي الخاص بالفنان الكبير مدحت صالح. هذا الحفل الذي انتهت بالفعل تذاكره أو حجز التذاكر الخاصة به يومين قبل بداية الحفل. هناك إقبال كبير على الفنان الكبير مدحت صالح، ليس لأنه يعني فنان متنوع، ولكن لأنه أيضا عصر جميع الأجيال، وله العديد من الأغاني التي ربما يستمع إليها معظم الفئات العمرية، سواء كانوا صغار أم كبار أو حتى من كبار السن. لذلك نجد أن هناك تنوع كبير في المواطنين والحضور في احتفال اليوم. هذا بالطبع ضمن يعني خطة كبيرة تتبعها دائما دار الأوبرا المصرية في الاهتمام بالتاريخ والهوية وتنمية الفكر الثقافي بشكل عام. ويأتي هذا الاحتفال ضمن الاحتفالات المختلفة والمتنوعة التي يقيمها دار الأوبرا المصرية، ولكن الحفل اليوم لا يتعلق فقط بالفنان الكبير مدحت صالح. هو بالطبع نجم اليوم أو نجم الاحتفال اليوم الفنان الكبير مدحت صالح، ولكن دار الأوبرا المصرية دائما ما تعطي فرصة عن طريق مركز تنمية المواهب الخاصة بها لتدريب المغنيين أو حتى الفرق الموسيقية المختلفة. لذلك الاحتفال يكون دائما متنوع ومتكامل، يكون جزء خاص بالأفراد أو بعض جزء من مركز تنمية المواهب، سواء كانوا مغنيين أو عازفين، ليطربوا الجمهور بأدائهم المختلف، ولتكون فرصة أيضا لعرض المواهب للشباب. وأيضا ينتهي الحفل أو خلال دقائق من الآن سيبدأ الحفل الخاص بالفنان الكبير مدحت صالح ليطرب الحاضرين، كما أطربهم بالفعل في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي أقيم في القلعة، وهو أيضا يعني لقى صدى كبير وحضور كبير من الجماهير، خصوصا الفنان مدحت صالح كان أيضا قد يعني أطلق ألبوما جديدا منذ يومين، وكان قد تم تكريمه بالفعل من مهرجان همسة الغنائي. لذلك له صدى كبير الفنان كبير مدحت صالح، وإقبال كثيف جدا من المواطنين داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. وعن أخبار الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء
وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز عناوينها. مجلس أمناء الحوار الوطني يضع غدا لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية. بوتين يؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحرير دونباس، وزيلنسكي يشترط إعادة أسرى أوكرانيين مقابل السماح بمرور صادرات الأمونيا الروسية. أرمينيا وأذربيجان تعلنان مقتل أكثر من 200 جندي في اشتباكات الحدود خلال أسبوع. نهاية نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري، ولكن التاسعة مازال مستمر مع حضراتكم مع الزميلة هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا إلهام. مساء الخير يا ميربت، وبنشكركم ونشكر كل صناع نشرة التاسعة. شكرا جزيلا، وحلقة موفقة إن شاء الله يا هدير. شكرا جزيلا.